أهلا بكم في فقرة أنا أرى. نستعرض أهم المشاركات التي يرسلها إلينا المواطنون الصحفيون من أنحاء العالم من خلال تطبيق أنا أرى المتوفر في متجر جوجل وأبل ستور على هواتفكم. نبدأ مشاهدينا فقرتنا اليوم من الإمارات وبالتحديد من جامعة الشارقة، حيث أرسلت لنا بسمة حامد فيديو عن الحريق الذي نشب أمس في مواقف السيارات التابعة لقسم الطالبات، ما أدى لاحتراق 19 سيارة بحسب إدارة الدفاع المدني التي سيطرت على الحريق. نتابع. وانتقالا إلى الصور، نذهب إلى اليمن مع صور أرسلها أسامة بن سلام لمبادرة تطوعية أطلقتها مجموعة من شباب محافظة إب تحت شعار أنقذ وطنك. تقوم فكرتها على تجميع المساعدات وتوزيعها على الأسر النازحة والمنكوبة. وإلى شوارع مدينة طرابلس الليبية، حيث أرسل لنا بشير جمجوم من العجيلات صورة تظهر الازدحام الذي تشهده المدينة، ويعلق قائلا إن هذه الأزمة معتادة بداية الأسبوع ونهايته. واحتفل عدد من أبناء الأحواز أمس باليوم العالمي للغة الأم، وتفاعل عدد منهم مع حملة لغتي هويتي، حيث أرسل لنا مستخدم أطلق على نفسه لقب ابن الأهواز. هذه الصورة التي حمل فيها الأطفال شعار الحملة. الأربعاء الماضي عرضت فقرة أنا أرى فيديو كان قد أرسله مستخدم رمز لاسمه بكابتن كروم لمدرسة في الرياض تراكمت في فنائها أكوام القمامة. الفيديو لاقى تفاعلا فوريا من قبل إدارة المدرسة التي نظفت الفناء بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة، حيث أرسل لنا أمس نفس المرسل كابتن كروم فيديو يوثق هذا التفاعل من قبل إدارة المدرسة. نتابع. بعد ما عرضنا المقطع اللي كان فيه وساخة لأحد مدارس الرياض وتم بثه في فقرة أنا أرى، المدرسة نفسها جابت شركة تنظيف بشكل يومي. وللاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية. وسنستعرض أهم مشاركاتكم من خلال فقرة أنا أرى.